رفع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اللواء الركن فرج سالمين البحسن خالص العزاء وعظيم المواساة بالمغفور له بإذن الله تعالى العميد ركن سالم أحمد بارشيد مستشار قائد المنطقة العسكرية الثانية لشؤون القوة البشرية مقدم طائلة آل بارشيد الذي وافاه الأجل بعد صراع مع مرض عضال ألم به. وأثنى النائب البحسني على أدوار البطولية والوطنية التي جسدها الفقيد مؤكدا إن الفقيد بارشيد رحمه الله كان أحد أبرز القيادات العسكرية التي شاركت في معركة تحرير ساحل حضرموت ضد التنظيمات الإرهابية في 24 من إبريل، معبرا عن حزنه العميق بأن تفقد حضرموت والوطن جميعا أحد أبرز القيادات العسكرية. كما تقدم بأصدق التعازي إلى أفراد أسرته الكريمة وإلى آل بارشيد كافة وإلى زملائه في السلك العسكري بهذا المصاب الجلل، سائلنا المولى عز وجل أن يتغمده بوسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.